تكتسي باللون الأبيض بعدما توج نادي الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقية على حساب النادي الأهلي غريمه التقليدي بركلات الترجيح. ماتش النهارده الاهلي رايح ياخد الكاس ويروح، مفيش لعب، كلهم اصلا بيلعبوا، هم خلاص احنا مش فارقه معانا، احنا هناخد الكاس ونمشي، احنا الابطال، احنا الزمالك كان عنده الدفعه والتسخين اللي كان اليومين اللي فات في الاعلام كان عالي جدا. فرقه الزمالك حست ان هي مش قليله، انها تنزل تعمل ماتش وتوري الناس كلها ان هي فرقه تقيله، وهم فعلا فرقه تقيله جدا. مصر كلها والكوره كلها بره وجوه والوطن العربي كله ان الاهلي هيكسب. طبعا اللعيبه استهترت كتير، مبروك للزمالك، الف مبروك، وان شاء الله باذن الله حظ اوفر للنادي الاهلي. الشوط الثاني الزمالك لعب احسن، فهو حظه احسن، ويعني ربنا وفقه عشان هو لعب احسن، بس طبعا برضو كان نفسنا الاهلي يكسب. هارد لك لجمهور النادي الاهلي، هارد لك لفريق النادي الاهلي، ومبروك طبعا لنادي الزمالك، كان موفق جدا في الشوط الثاني الحمد لله، يعني لعبوا برجوله شويه، وماتش بصراحة ربنا يعني خرج بشكل كويس. وتكرارا لما فعله الزمالك عام 1994، حقق الفارس الأبيض فوزه الثاني على المارد الأحمر في بطولة السوبر الأفريقي، لكن هذه المرة من علامات الجزاء. أسوأ ماتش من فترة طويلة أشوفه للأهلي بصراحة، يعني الأداء كان سيء جدا والزمالك يستحق بصراحة. يعني بهني لعيبة الزمالك جدا جدا على اللي هم شرفونا طبعا، والحمد لله يعني حاجة ما كانتش جاي من بعيد قوي فعلا زي ما أنت قلت، وبشكر لعيبة الزمالك كتير. الزمالك كله ألف مبروك ويستحق، يعني يستحق إنه بذل مجهود النهارده في الشوط الثاني كويس جدا. يعني زعلانة جدا بجد على الأهلي، يعني الأهلي الشوط الأول كان حلو، مش عارفة يعني إيه اللي جرى في الشوط الثاني. كان الأهلي بيكسب، كان دلوقتي لأ، كسبنا وتحسنوا، يا ريت يعني تحسنوا اكتر الزمالك. وانا بحب الزمالك قوي، يعني هو بقى احسن، يعني احسن في الماتش ده وتحسن اكتر. يعني اشجع الزمالك، اقول له شاطر النهارده. مدرسه الفن والهندسه توجت بلقب السوبر الافريقي للمره الخامسه في تاريخها، بينما يظل النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطوله بثمانيه القاب. كعادته ديربي الكرة المصرية خارج التوقعات، لكن هذه المرة حسم نادي الزمالك سوبر أفريقيا على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي ليعيد للأذهان بطولة 1994 في جوهانسبرغ، وهدف أيمن منصور الشهير. علي فتحي، النيل، الأخبار.